عايش بعالمه الخاص. من هو وصغير خلق نمط معين لحياته وتغيرت حياتنا معه. هالعالم اللي ارتكز على القصص القليل اللي بيحبها واللي تعود يعملها على طريقته. صح، بياكل، بيغسل، بفرش سنانه، كل شي على طريقته، بس بالتفاصيل البسيطة والصغيرة اللي نحنا منعملها بلا ما نفكر فيها، هو بحاجة لإلنا، لتوجيهاتنا، لمساعدتنا الدائمة. منفكر إنه هو عايش وحده، فعلياً هو أكتر إنسان حاسس بكل شي حواليه، هو أكتر إنسان بحاجة لحدا قريب منه، بحاجة لدعمنا عقد ما منقدر، عقد ما منقدر أكيد أكتر. نحن اليوم معه، حده، عم نرافقه بكل خطوة، بس بكرة هو مع مين؟